بكم مستمعينا من الشانسون هذه باش نتعديو لضيفنا بحذينا في استوديو سي رشيد الخياطي. مرحبا بك سي رشيد. وبيك عايش خويا حافظ. وانا باقي هذا الاستوديو اللي اعتبره معناها داري الثانيه نتاعي انا متعود بيها. مرحبا. دونك سي ان بليزير دو فو فوار الحقيقه. دونك انا جد سعيد باستضافتك وكنت حاضر بحذايا. اي سورتو اليوم باش نحكيو على اون دات اللي هي بيانتو بور لو 14 فيفري دون اون سيمين تقريبا. الدات هذيا حبينا معاك انت قلنا يلا اون بارتاج لي زيدي لي زافي نتناقشوا شويه ناخذوا من خبرتك الحقيقه اللي احنا ملتمسين برشا فيها باش نحكيو على القصه هذيا تاع سان فالونتان وعيد الحب وبداياته ولي روميو وجولييت وهذوما الكل. دونك كوني خبرتي في الحب تقصد في الحياه وفي التاريخ وفي الحب اكيد ما عنديش شك. دونك جو مون دوت با سا في بارتي دافي اون في با سون زامور. واحنا تحثوا اليوم في الحب. الحب لو كان نقعدوا الغدوه لقيت هذا تحثوا ما نفوش منه. ولو كان ناخذوا نكتبوا في الاوراق يمكن الاستوديو هذا يتعبى بالاوراق وباقي عندنا ما نكتبوا فيه. بحر غرق ياسر. والحب كان ان سوجي تابو الى كيك زاني راهو معناها البنيه ما تجيبش قدام بوها ولا اخوها الكبير ولا في الوسط العائلي تنطق بكلمه حب مش تتحدث عن الحب. وتعرف حتى لي رومون فوتو هذوما كانوا قبل افون لا تيليفزيون وقت كانت لا راديو كانت فما لي رومون فوتو الاغلبيه كلهم معناها سي لا توال دو فون تاعهم هي دامور وكذا. اي كانوا يقراوه اون كاشيت بالسرقه من والديهم البنات فهمتي معناها باش تشوف كيفاش لامور لا غولاسيون معناها اموروز سي باناليزي اوجوردي في الوسط العائلي. و من وقتاش احنا التوانسه بداو يسمعوا بيه سان فالونتان. بربي سي رشيد هل باهي ولا مش باهي؟ معناها بين ليفوليسيون هذايا تاع مفهومنا ونظرتنا للحب وكان ان سوجي تابو تولينا نحكي باهي جو سي با ريتروغراد انا بالعكس. ليسونسييل والله اسمع حتى العلاقه ما بين لو جون هوم ولا جون في كي تبدا بعلم العائله باهي ياسر احسن حاجه. بالحق راهو جو بريفير سا انا خير باش البنيه ما تعملش المحظور وتحس لي كل شيء عادي و في اطار الشفافيه دي اطار الشفافيه احسن حاجه. دونك احنا وقت جا مسيو فرانسوا ميتيرون رئيس فرنسا الاسبق رئيس راحل فرانسوا ميتيرون جا في زياره لتونس اهدالنا وقتها كان ذكر اونتان دو ما كانش عندنا اونتان دو في تونس. وعلاش خاطر بون مش ما نجمش نتحلوا في الموضوع هذايا ليزيتاليان معناها كانوا عاملين راي اونو في تونس من الستينات وسفاره فرنسا اسوني لاغم خايفه على الثقافه الفرنسيه في تونس وغير ذلك. دونك هدانا فرانس 2 من وقتها التوانسه بداوا يسمعوا بسان فالونتان في الومضات الاشهريه فهمتي هذه البدايه هذه البدايه برشا عباد ما يعرفوش معناها سان فالونتان وما لقيناش في تونس باش تعوضوها الا بعيد الحب. واليوم موجود راهو في الجزائر في المغرب خاصه في الفضاء نتاعنا احنا المغاربي اللي متاثر بالثقافه الفرنسيه نحتفلوا بها عيد الحب لو 14 فيفري تو نرجعوا له من بعد علاش لو 14 فيفري. لكن انا جو فو جيم بيان روند اونور قبل ما نبداو لي ابن حزم الاندلسي وكتاب طوق الحمامه اللي هو بشهاده حتى الادباء الغربيين اليوم ني با دو ميور تريتي دو لامور كو طوق الحمامه معناها الاسم بالفرنسويه مترجمينه لو كولي دو لا كولومب اللي يبداه معناها موسى يستهل الكتاب نتاعو في القرن الرابع لا في القرون الوسطى في القرن الحادي عشر ابن حزم كان في قديم من اشبيليا بلوتو من سيفيا اشبيليا لا من بالنسيا دونك فالنسيانا بالاسبانيول بقى اسمها شاطبه نحكي على فالنسيا اي فالنسيا شاطبه بحذاها. وفي البلاد هذيك كتب طوق الحمامه وقال بدا المستهل نتاعو اوله الحب اعزك الله اوله هز واخره جد. ومن بعد دخل في عديد الابواب فيها الحب من جانب واحد سا اكزيست دون ان سونس اونيك فرح المحب لقاء المحبوب حسيلو كتب معناها
ما شاء الله بليزيغ توم في هذا طوق الحمامه كبير ياسر فهمتني توم وجمعوا في كتاب واحد وسان ليفغ كولت اللي يحب يدرس في حتى معناها اون ابروش واحده نجم نقولوا احنا بسيشيك ما مش بسيكولوجيك ما بسيشيك تحليل النفس تحليل نفسي في حتى لا بسيكاناليزم في الكتاب هذايا فهمت دونك و بالضبط في القرن اي في القرن الحادي عشر و عندنا في الادب العربي في الادب حتى الغربي الحب فهمتني عندنا شكون ما يسمعش بقصه قيس وليلى او مجنون ليلى دونك هوني سي لامور فو مشينا للاكستريم اكستريم انا كي حصل مجنون ليلى انا دونك هو قيس ابن الملوح هو شاعر بدوي مش قيس ما غلطوش اللي هو بيدو عنده عنده معلقة معناها رائعة في الشعر الجاهلي فيها معناها يتحدث على الحبيب الأول وأول منزل وغير ذلك في الشعر الجاهلي عن جميل بثينة للقب بثينة لحبه لبثينة وشغفه بها عن عمرو بن ربيعة وحبه لهند وقيل الشعر معنى الحب ألهم الشعراء أنت مثل ما ألهم أمير الشعراء في العصر الحديث أحمد شوقي في أيضا ما في مجنون ليلى فهمت معنى هذوما les histoires اللي موجودين كما قلت أنت depuis X temps على تاريخ الحب حتى في الشعوب العربية قبل ما نمشيو للشعوب الأوروبية الأوروبية في الأوروبية مثلا تلقى عن مانوليسكو دو لابي بريفو قصة حب رائعة عندك روميو وجولييت عندك اللي وفات بالموت دونك سي لامور فاتال هوني فما نحكيوش على الكريم باسيونيل نقراو في أعمدة الجرائد كل يوم نقراو معناها في اللي في ديفير يقول لكم الحب ما قتل فهمتني عندك لوف ستوري لوف ستوري دو إريك سوغال هذا الكتاب نتاعو بعد عملوا فيلم في ألي ماغراو في رايونيل عندك أنا مو غانفيني دو فرانكو زيفيريلي افيك بلوكي شيلز عندك لو لاغون بلو اللي انكور في بلوكي شيلز كيفاش الحب الفطري اللي زوز ولاد كبروا مع بعضهم في ولاد وبنيه بيتو هما دو زونفون كبروا مع بعضهم وحدهم في جزيره وحبوا بعضهم عندك معناها ما شاء الله فيلم ان فري كريم دامور هذا في لو نيو رياليزم ايطاليان في ستيفانيا سوندريلي وفي شو اسمه جينو جيما دونك الافلام في على الحب كان حتى في فرنسا وفي غيره ما يفاو معناها بريسك ديما لي زيستوار موجودين كسوا في الكتب او على شاشه السينما فهمت ولا في المسلسلات التلفزيونيه ما نهربوش منهم عايشين اون لو في او كوتيديان دونك يتحلم يتكلم تحدث على الحب تحدث على واقعنا احنا الحب هو بالنسبه للمثاليين كل ننطق بكذا المثاليين ايديالست با اوتر شوز باش نكون واضحين الحب بالنسبه للمثاليين هو لونتيدود لا غير سي لا بي فيت لامور اي با لا غير ثم هذا الموفمون اي بي en réaction à la guerre du Vietnam, خرج في الستينات في أمريكا. فهمتي؟ إيه اللي رياليست واقعين يقول لك on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. فهمت؟ يفشاتي بنته يسأل الراجل يقول له واش تخدم واش تكسب واش ما يحبها ما يحبهاش هذيك ما تهموش. هذيك آخر مشمولات ولكن. لو ديرني سوسي. لو ديرني سوسي ولكن نورمالمون العكس يكون صحيح. نورمالمون العكس. فهمتني؟ ألوغ سي هذا مسيو سان فالونتان. انت يا سيدي قصته شنو هي ومنين جا وشنو تاريخه وعلاش سان فالونتان وعلاش لو 14 علاش الاسم هذا وعلاش لو 14 فيفري وما برشا روايات انت ومشكوك فيهم كما قصه مجنون ليلى راه مشكوك فيها مش معروفه صارت ما صارتش فهمت لا ميم شوز بور سان فالونتان عديد الروايات احنا ناخذ ممكن واحده منهم خاطر مش نسميهم الكل اللي نجموا نفهموها اكثر بوتيتر هي انه في القرن الثالث الميلادي l'empereur Claude II, l'impérateur Claude II,
منع على على الجنود نتاعو منع عليهم الزواج حظر الزواج حاجته بهم في خير ديسبو بو لا غير دونك لكن هما تزوجوا خلصة كغاس سان فالونتان هو الى ارونجي لي مارياج خلصة فهمتني اللي هو سي ان ميسيو سي ان سان فالونتان هو اللي الى اورغانيزي اي ان بريتر كي اورغانيزي سي سي مارياج لا اون كاشيت ومن بعد اتضح امره عذب وقتل و اي دونك سي بور كوميموري سون مارتير دونك il a été béatifié sanctifié ou كذا تحضر على ça ça est-ce qu'il a existé ou pas est-ce que بحق فما فما قديس و سان فالونتان اي finalement لو يرجع الى اي مد لانجلتير سامحني وين قلت يرجع لسان فالونتان في في روما روما ولا في ايطاليا و علاش لو 14 فيفري باسكو هذاك نهار الموت نتاعو تعذيب لين مات سيتي ان 14 فيفري رمزا للشخص جوستومون اي لكن من اشاع هذه العاده كومون سا سي بروباجي انه فما والله شوف اسمه بالضبط خاطر مش حافظه قد مقيد عندي هوني ان سارتان معناها هو سي ان بويت نحكيو هنا على الإشعاع كما قلت أي إشعاع دائما ولات عادة في العالم ولات من دولة في ال هو سيتان بويت سيتان بويت من الفيت اللي نعرفه اللي العادة هذه جات من روما من إيطاليا لكن في إنجلترا انتشرت في البلاط الإنجليزي فما ان بويت كي سابيل أوتون غانسون هذا السويسي اللي كان في بلاد الملك الانجليزي وهو انشر هذه العاده بعد ما عاش اندثرت وعاودت رجعت فهمت انشرها في العالم دون معناها دون لي ديزون لا ريجون انجلو ساكسون اي دون دون معناها في الفضاء الانجليزي انجلو ساكسون والفضاء اللاتيني انشرها وتوا هي منتشره في العالم باسره دونك دونك اذا نجم نقولوا سي رشيد الانطلاقه كانت من روما من ايطاليا ثم من انجلترا من لانجلتير وين خرجت ريالمون فير فير لو موند كما قلت انت لكن ثم روايات اخرى برشا عديد روايات احنا خدين هذه توا اللي هي يمكن المعترف عليها اكثر ولا متفق عليها نجم نتحدثوا اليوم في الاستوديو خاطر كم شدخل في الاخرين باش شذيعوا فهمت عندنا مازال ما تحثوا في الموضوع هذايا موضوع الحب بروفيت مالا فوالا بعض الدقائق اللي مازالوا عنا نجم نكمل نواصلوا فيها ماذا بي انا اتحدث على مثلا مشاهير المحبين فهمتني اشهر ما معناها يتعرفوا فهمت في الحب في الواقع هذا اللي مش في مش في الفيكسيون مش في لا فيكسيون هذا مش عدو توا عطاف حتى جوج زيدان كتب على جهاد المحبين في سلسله روايات تاريخ الاسلام الاغلبيه كل فيهم قصص حب كل فتاه القيروان غد كربلاء فتاه غسان المنصه المصريه كلهم فهمتني اسير المتمهدي كل فيهم من روايه اسمها جهاد المحبين فهمتني الوغ عندك ماذا بيا نبدا سعنا بالوديو د لامور زاد اوسي سيناه يعني تعرف الحب عنده اله في الميثولوجي رومان اي لا ميثولوجي غريك اوسي فهمتني تسمع شو كوبيدون واحد يقول كوبيدون اي معناها كوبيدون هو سي لو ديو د لامور شي لي روما فهمتني هو تلقاه سامبوليزي ديما الي عنده دي زيل لامورات و بور لو سان فالونتان او بيان ولا سامبول تاع سان فالونتان هو والا القلب الاحمر ان كور روج والا لا روز روج اوسي الورده الحمراء فهمت الورد اللي فيه الوان الورد ترمز العديد ديزون الرمزيات نجم نقولوا فهمتني الوغ عندنا في لي كوبيدون سي لو فيس دو فينوس اي دو مارس وفي عند اليونان يقابله ايروس فهمت منها كلمه ايروتيزم ايروتيك فهمت وي الوغ هو رمز تاع سان فالونتان و المشاهير المحبين عندنا اشهر عندي انا ما ثم هو
جورج هو ادوارد ويت. ادوارد ويت كي ابديكي معناها او بروفي دو سون فرير جورج VI باسكو لا ايبوزي اون روتوريير بار امور اختار الحب الى سويفي معناها لي لون سون كور اختار الحب على العرش. تصور كان مش يتبع على عرش بريطانيا اللي تحكم في العالم كل تعرف معناها الكومن ويلث كان دولة استعمارية بريطانيا واللي يقول لك معناها امبراطورية عظمى مش لعبة طبعا اي واللي يقول لك معناها تضحيات اللي عملها اي لا رين فيكتوريا يقولوا كانت تقول لو سولي نو سكوش با معناها سور مون امبير تلمون معناها في كل نقطة من العالم كانت تملك عندها فهمتني دونك هذايا ادوارد ويت سي لو فيس دو جورج V كي توفى والدو او 1936 اعتاد العرش لكن قعد كان 3 سنين ونحاوها لكونسي بنيسر علاش خاطر هو دابور لو روي دانجلتير سي لو شيف سوبريم دو ليغليز الكنيسة هو الجيز انجليكان هو اللي ترأسها وفي الديانة متاعهم ذيك ما يلزمش الملك ياخو زوج نساء مطلقين مازالوا حيين هو خذا بيتو ياخو مرأة مطلقة زوج رجال سامحني مرأة مطلقة زوج رجال مازالوا حيين ما عندوش الحقية هو خذا اون امريكان كانت عشيقته ولا حبيبته بامبورت اسمها واليس سيمسون وكانت عايشه معاه وتزوجها كي تزوجها يزمو يتنازل على العرش تنازل لفائده اخيه اللي هو جورج VI اللي هو والد لارين اليزابيث اللي تحكم اليوم سي كوم سا كو لارين اليزابيث وصلت ملكه بريطانيا على خاطر عمها تنازل على العرش لخوه فهمتي إذا بين الشواء ما بين يا إما يحكم في العالم يا إما يتبع ل son cœur les gens son cœur donc ما ذو من عش ما فما منهم حسب ذلك عبد ذكر ياسر ولا والله نشوف ما نعرفش أنا ما نجمش نحكم فما ولا ولكن يمكن الرمزية تاع قبل ولا الفالور اللي كانوا يقدموها الأشخاص قبل هي تختلف على اليوم والأخلاقيات زادة مختلفة نتصور سي رشيد حتى النزاهة والتضحيات اللي نجموا يعملون تختلف معناها. وعنا قصة أخرى مثيرة هي قصة حبيبة مسيكة في تونس. حبيبة مسيكة هي تونسية يهودية اسمها مارغريت نورمالمون لكن تصور حبيبة معناها لابيانامي الاسم اللي السوم سودونيم اللي خذته وعاشت حياة سخ فيها برشا سخب وانتهت بمأساة هي سيتي في تيمولتيوز في الاخر وفات باغ ان درام على يدين عشيقها اللي قتلها اللي يحبها هو اليهو ميموني من تستور كيف هي التي قطاعي لبس عليه من كبار شعراني وإزوغي وكذا دونك حرقها في دون سون ابارتمون في تونس خاطر حبت مسلم باش تاخذه وخذته كمت المسلم هذايا وقتلها هو أنا دونك تقعد تشوف الحب يوصل في الاخر اللي بناه قصر في تستور وقصر في تونس اليهو ميموني في الاخر اجهز عليها معنا دونك تقعد قصه شهيره جدا وعندنا تو في تونس قصص الحب عندنا عمل هادي القلال الله يرحمه اللي يغني دار الحبايب علاش خاطر كان يحب اميره حسينيه وما حبوش ياخذها وقعد معنا حس منها وأثرت فيه حتى لينهار مشى غنى في كارتاج في توا بيت الحكمة هذيك القصر نتاع لمين بي مشى غنى غديك سجل يا دار الحبايب فهمتني عن رئيس بورقيبة الله يرحمه لا في أنا بخفوه بوسيلة فهمت كان يحب ماتيل زادا لكن بون باش تحطوا على الاموال تاعنا لكن اسباب بورقيبه علاش خذا وسيله فماشي اسك ان شو تكتيك سياسي معناها لكن بورقيبه حتى ما كان يشك في حبه الوسيله وتازمت حالته النفسيه بعد ما طلقها فهمتني فما سي البحر دقيقه
باش ما يعرفوش يدخلوا. كما قلت انت سي رشيد الامثله كبيره وعديده ما ما ما, ما يكفينيش الوقت هذا الوقت دائما في الحلقه جوستمون داهمنا احنا داير موعد الاخبار تاع 16 هذا هذا باب اليوم حليناه يمكن على على الحب ان شاء الله في حلقات اخرى معك انت سي رشيد نجم نشوف حاجات اخرين. شكرا ليك بوتيتر ان تيمو على فا على موعد الاخبار دونك خلي لكم الموضوع تيمو سال ترحم على ريحه روح مفيده التاتي سمعتوا في اليوم سمعتوا انا في الاستوديو وني احنا الاستوديو الله يرحمها صمت القصور فهمت و كيف كيف عندنا فيقة الملولي ما توفاش تو هي لكن هي اللي كانت عندها لو كونسور لو كونسير دي زوديتور فهمت فيقة الملولي اون بونسي بو ان ما نعرفش قلت فات خاطر والله ما ما عنديش فكره والله ما انا حاسيلو قبل على نحطوا على الحب كان عندنا اميدي لو كونسير دي زوديتور مسمي لو كونسير دي زامورو تلقاه ثاني واحد كي ما نجمش يسمي البنيه يقول اون جون في شنو هاد لا غود روسي كي سو ريكونيترا هكا والاخرى اسون اسون برينس شارمون كي سو ريكونيترا ما تحبش تسميه خاطر الولاد يسمعوا فهمتني. فوالا يعطيك الصحه سي رشيد شكرا ليك دونك معاد الاخبار.